على إيدن هازارد لأول مرة عن السر وراء مستوى المتراجع مع ريال مدريد قبل اعتزاله في سن الـ 32. هازارد قال في بودكاست زميله السابق في تشيلسي النيجيري جونو بيميكيل إنه انتقل لريال مدريد في صيف 2019 ووزنه كان زايد 5 كيلو، بس علق على النقطة دي وقال إن ده كان الطبيعي بتاعه، بيبدأ أي موسم بالوزن الزايد ده لأنه بيبذل كل جهده في 10 شهور تدريب وماتشات، وفي فترة الراحة ما تطلبش مني إن أجري أو أبذل أي مجهود على الشاطئ مع عائلتي، بحب الأكل وبحب البيرة. هازارد كمان قال إنه دايماً بيحتاج شهر أغسطس لاستعادة وزنه ومستواه ويبدأ التألق في سبتمبر وأكتوبر. قال كمان إنه ما كانش محظوظ في فترته مع ريال مدريد لأنه أجرى جراحة في الكاحل، وبعدها رجع ريال مدريد في بداية فترة انتشار كوفيد-19. وقتها هازارد أجرى فترة تأهيل شهرين ونصف في بيته بمفرده، وده أدى إنه ما يستعدش مستواه. النجم البلجيكي كمان اتكلم عن أكتر مدرب عانى معاه وهو أنطونيو كونتي، لأنه دايماً كان بيوقف التدريب كتير لمنح اللعيبة تعليمات تكتيكية، ورغم ده هازارد قال إن المدرب الإيطالي نجح في إخراج أفضل ما لديه لأن هازارد بيحب الماتشات وبيطلع كل اللي عنده في 90 دقيقة، لأن ده الوقت الوحيد اللي بيستمتع بيه بالكورة بعيد عن تعليمات كونتي في التدريب. وعن لحظة ضربه للطفل جمع الكرات في ماتش سوانسي سيتي في قبل نهائي كاس الرابطة سنة 2013، هازارد قال إن الضربة ما كانتش مقصودة، ولكن على كل حال هي جت في الوقت المناسب لأنه خد كارت أحمر وتوقف 3 ماتشات في الوقت اللي زوجته كانت على وشك إنجاب طفل. هازارد قال إن البعض ممكن يعتقد إنه عمل ده عن قصد علشان ياخد أجازة، بس الحقيقة لا. وأخيرا المقارنة ما بين ميسي ورونالدو، هازارد اختار ميسي لأنه شايف إنه نفس ستايله في اللعب، بس قال إن في المطلق زيدان هو أعظم لاعب كرة قدم.